سلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات مختلفة المواضيع أو فيديوهات مختلفة الاختيارات. وأود أن أعلم لكم أننا فتحنا قناة أخرى خاصة بالأبراج، يعني كل التوقعات اللي حتكون فيها تكون بالأبراج. هنا حتكون قناتي حتكون مخصصة للأحرف والحدث عشان نميز ما بين الاثنين. شكرا. زي ما قرأتم في عنوان الفيديو، حسب طلبات المشتركين الأعزاء وعشان ما نغيرش واحد على واحد، عملنا كارما بالكروت التارو، ودلوقتي حنعمل كارما بطريقة الكتاب، الاستخارة بالكتاب وكمان فيها تارو، يعني بنرضي جميع المشتركين الأعزاء عشان يعني ما يلوموناش ولا يحزنوا على أننا لم نلبي طلبهم. فها نحن النهاردة حنلبي طلبهم بعمل كارما بالتارو واستخارة بالكتاب لكارما الأهل الظالم، سواء كان أب، أم، أخ، أخت، خالة، عم، حتى ولو كان زوجك من عيلتك، يعني ابن خالك أو زوجتك من عيلتك. وأود أن يعني أقول للرجالة أننا نزلنا فيديو خاص بالزوجات الظالمات اللي هو في قناتنا، اضغطوا على اسم القناة وتصفحوا الفيديوهات المنزلة، كده طلعوا الفيديوهات كده، حتلقوا فيديو خاص بكارما للرجال التي زوجتهم يعني زوجتهم زوجاتهم يعني ظلموهم أو عملوا فيهم يعني حاجة مش كويسة إن شاء الله. بدون إطالة نبدأ على بركة الله. حيكون الاختيار حسب أول حرف من اسمكم أنتم. الاختيار الأول، دقيقة، التبليضة، أو أول حرف من اسمكم من الأحرف دي. الاختيار الثاني، المسبحة دي، أو أول حرف من اسمكم من الأحرف دي. إن شاء الله نبدأ على بركة الله بأصحاب المجموعة الأولى. نحط الطبل هنا أو نحطه هنا أحسن، يكون على مرأى الجميع ومش هياخد مكان. أوكي. الأحرف هتلاقوها في الشاشة وفي صندوق الوصف. كمان اللي عاوز يتواصل معانا لحجز قراءة يعني خاصة مدققة ومفصلة مدتها غير محدودة في تواصل مباشر معايا على الواتساب، ما عليه إلا إنه يقرأ على صندوق، يعني يدخل في صندوق الوصف، يعني المكان اللي فيه الكلمة الزرقاء حتجدون كلمة اسمها يعني اقرأ المزيد، اقرأ على اقرأ المزيد، حيتفتح لك صندوق الوصف وتلقى فيه كل المعلومات، الأحرف، الأبراج، وكمان طرق التواصل بينا. فشكرا بكم يعني مسبقا. نبدأ على بركة الله مع أصحاب الاختيار الأول. أول حاجة هنشوف تقييدكم وما حصل لكم. ابتعد يا بت، ادي رجليك يا بت. ايه ده؟ ايه ده؟ أول حاجة عندكم تابعة. تابعة ملازماكم منذ يعني عندكم تابعة مكتسبة للبعض وسحر مكتسب للبعض الآخر. الناس اللي ما يفهموش إيه معنى تابعة مكتسبة وسحر مكتسب. يعني تابعة مكتسبة أهو البيت، تابعة مكتسبة وسحر مكتسب. فهنا يعني بنشوف إنه التابعة المكتسبة والسحر المكتسب هو يا إما سحر عمل لأبوك أو أمك أو أبوك أو أمك، وإنت يعني جسمك يستقطب السحر ده، لأن في أجساد فيهم هالات تستقطب الأسحار والحاجات دي السلبية. أوكي، فدي أول حاجة أنتم بتعانوا منها منذ زمن طويل قبل ما نشوف إذا كان في أسحار أو حاجة أخرى. غالبا البعض منكم متجوزة مع ابن خالتها، أو أنت متجوز مع بنت خالتك أو بنت عمك، حاجة زي كده، عمتك، حاجة زي كده. وغالبا والدة الطرف الثاني، أنتم الطرف الأول، والدة الطرف الثاني هي اللي زنت على راسه على أنكم تنفصلوا، لأن هنا شايفكم أنكم متجوزين بس يعني في بلوكات ما بينكم.
بلوكات في علاقة زوجية بينتم أولادكم، بس الزوج هنا متأثر بسحر، الزوج متأثر بسحر. أوكي، حط الورقتين دول هنا ودول دول هنا. منذ مدة زمنية طويلة وأنتم تعانون من وقف الحال، وقف حال، برودة في كل حاجة، برودة في كل حاجة للأسف. شايفين كده هنا برودة، حال متوقف، عراقيل، أسحار، مفيش جواز، مفيش خلفة، مفيش خروج من مشاكل. تستنوا الكارما دي بفارغ الصبر للبعض منكم. ليه؟ لأن البعض منكم سلبت أمواله، يعني حقه، يا إما في الميراث، يا إما ضحك عليكم يعني بكلام المحسول بتاع الأهل دول. وأوسع شوية الكروت عشان تشوفوا الكروت أحسن، عشان تتبعوا الكلام بتاعي، أو كده أحسن. أيوة كده كل الأوراق واضحة. هنا في سرقة، سرقة لفلوس أدت، أو لفلوس أو قطعة أرض أو ملك، حاجة ملك كده، سيارة، قطعة أرض، فلوس، حق في الميراث، سرقت من عند الأهل دول، أو يعني أخذوها منكم، يا إما عممكم، يا إما أخوالكم، يا إما أخوك أبوك حاجة، أو أخوك أنت، لأن هنا في اثنين يعني من يعني اثنين من الأهل هم اللي أذوكم أنتم. فلوس سرقت، كلام اتكلموا في عرضكم، غيروا مسار حياتكم يعني بأكملها، أصبحتم دايما في حيرة وقلق، في تفكير، تفكيركم مش عاوز يخرج من المحيط اللي بي يعني حاسين نفسكم انكم زي ما لو كنتم يعني في غابة، خايفين من في أي وقت يجي حد كده ويعني ويأذيكم. دايما في طريقكم هنا عراقيل، مشاكل، مش قادرين توصلوا للفرحة بتاعتكم، مش قادرين تتجوزوا ولا تشتغلوا ولا تسافروا. استغفر الله. البعض منكم متجوزين، اتأثرتم كتير بالسحر ده، غالبا اتوفى ليكم طفل، أو تعانون من إجهاض مستمر، إجهاض وراء إجهاض، أو موت أو مرض أحد الأولاد بتاعكم، وده اللي خلى يعني زعزعة كبيرة في العلاقة، حيرة، ألم. تطلبوا ربنا إنه يعني ينور لكم طريقكم. شوفوا كده، لخبطة، حيرة، عاوزين نور من عند ربنا ينور لكم طريقكم، أو يدفع بالإنسان ده اللي معاكم أنتم وتحبوه كل حاجة، سواء أخوكم أو ربما زوجة أخ، ربما أحد من الأهل، هي اللي تدخلت في المشاكل اللي عندكم دلوقتي، هي سبب العراقيل دي كلها، هي أو زوجة ابنك تدخلت في كل العراقيل اللي حصل دلوقتي في حياتكم. في تشويه سمعة، تشويه جمال بسحر أسود. شوفوا كده البيت بتاع العيلة أهو، وانتم هنا كلكم يعني تخبط عليكم، انتوا الاتنين بتعانوا كتير، يا إما انتم متجوزين، يا إما الست اللي بتتفرج على هذا الفيديو والرجل اللي بتفرج على هذا الفيديو، عانيتم كتير يعني معاناة قاسية جدا، حاسين ده بعض الأحيان تقولوا هي الدنيا حصل لها إيه، أنا كل اللي حصل لي، وحاسس إن الكارما دي هي راجعة عليا أنا، قبل ما هي رجعت عليا أنا، مش ما رجعتش على الناس اللي ظلموني، أنا عملت إيه عشان يعني يحصل لي كل ده؟ استغفر الله. في حاجة زورت من طرف الأهل زي ما قلت لكم، يا إما في اختلاس أموال، يا إما في اختلاس حق في ميراث، في إرث، قطعة أرض أو بيت، حاجة يعني ربما البعض منكم دلوقتي في المحكمة في صدد الحاجة دي عشان تسترجعوا حقكم، حتى لو كنت يعني متجوزة مع أحد من الأقارب بتوعك، أو أنت متجوز مع أحد الأقارب بتوعك، يعني بنت خالتك، بنت عمك، أنت ابن خالك، ابن عمك،
ويعني والمشاكل لخبطت كل علاقة العيلة كلها، مش الأسرة بس، العيلة كلها متلخبطة، أمرها متلخبط كله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده جربتم 4 مرات إلى 6 مرات على إنكم تنزعوا الحاجة دي اللي يعني معرقلة حياتكم. دايما شوفوا كده آخر القراءة بتاعتكم جبل مش قادرين تتعدوه، حتى تفكيركم أصبح محدود، حياتكم باردة، كل خطوة بتعملوها باردة منذ مدة زمنية طويلة. البعض منكم بيتعانوا من يعني طاقة عدوانية من الأهل بتاعكم، طاقة زي ما لو تحسسكم بعض الأحيان إنكم غرباء على هذه العائلة، ربما يعني تبنوكم، ربما خاصة إذا كانت الظلم ده جاكم من الأب أو الأم أو زوجة الأب أو زوج الأم أو أخوك أو مرات أخوك أو زوج أختك، حاجة زي كده. فأنتم بتعانوا دلوقتي في تساؤلات، يعني عقلكم مش قادر يستوعب، مش قادر يستوعب سبب الآلام دي كلها اللي حصلت لكم، وعاوزين تعرفوا ليه كل ده بيحصل. أهو أنا بتكلم والكروت تشرح نفسها، 3 كروت أخيرة. الكتاب المغلق، الكتب المغلقة، كتاب مغلق ما تقدروش تقرأوا فيه إيه كمحتوى في الداخل، يجب عليكم انكم تفتحوه. يعني في سر، عاوز انتم حيرانين وعارفين تعرفوا السر ده اللي بسببه حصل اللي حصل. كل العيلة اتشتتت، اسرتك اتشتتت، عاوزين تلقوا الكف ده بيمثل المونستير والاماكن الادارية. المونستير يعني هو هي كزاوية عند المسيحيين تبنى خارج المدينة، اين يتعهدون الرهبان الصمت الابدي انهم عمرهم ما هيتكلموا ولا ينطقوا بكلمه لارضاء الله سبحانه وتعالى، كفديه يدوها لربنا، حاجه زي كده يعني في معتقداتهم. فالمبنى ده بيقولوا له المونستير بالفرنساوي. فهنا ان انتم عاوزين تعرفوا ايه الحاجه دي اللي لم يخبركم بها حد، ما فيش حد نطق وقالها لكم، حاجه مستخبية. عاوزين تلقوا الطريق اللي تخرجكم من المحنة اللي انتم فيها، لانكم جربتم بس دايما الباب مغلقة في وشكم. اوكي، نشوف دلوقتي الابراج اللي تنطبق عليها القراءة دي، بعدين نشوف الكتاب. استغفر الله الحلي العظيم، أول برج برج الحوت، 100% تنطبق عليكم القراءة. برج الحوت، برج الحمل، برج الجوزاء، تنطبق عليكم القراءة 100%. برج الثور، برج العقرب، 80%. برج الدلو، 80%. برج القوس، 60%. برج الثور، 60%. برج الميزان، 60%. برج الجدي، العذراء، والسرطان، 50%. أوكي، نبدأ على بركة الله بالكتاب. استخارة، إيه نوع الكارما اللي حتنزل على الناس دول؟ استغفر الله، بسم الله،
أول كلمة عيدوني أعتذر، أول كلمة هنا بنقرأها. وأما كراهة التزعفر فقد نهى الرسول أن يتزعفر الرجل، وأما كراهية القزع فلما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. عفوا. دقيقة من فضلكم. هنا يعني التزعفر والقزع هما من كتاب لباس، يعني المحلل والمحرم للرجالة، أو كتاب اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر، برقم 2101، عن أنس رضي الله عنه. أخرج البخاري مطولا كتاب للباس باب القزع برقم 5920، ومسلم كتاب لباس والزينة باب كراهة القزع برقم 2120، عن عبد الله بن عمر. والعمد إلى الأفعال يحبها الشيطان، قد يستصغرها المؤمن فلا يلقي لها بالا. ومن ذلك الإكثار من التثاؤب، ترك القيلولة وهي نومة يسيرة قبيل الزوال، الجلوس في مجلس الشيطان وهو الموضع الذي تخلله الظل والشمس. رابعا التصرف باليد الشمال في أكل وشرب أو أخذ الإعطاء. خامسا ترك التأذين. سادسا النوم الطويل وترك قيام الليل. سابعا ترك اللقمة إذا سقطت على الأرض لما فيه من تفريط بنعمة الله تعالى. ثامنا المكث على غير وضوء وترك صلاة الجماعة في المسجد. تاسعا إقناء كلب لغير صيد أو حراسة أو زرع، أو وضع صور في البيوت لذوي الأرواح ولو لم يكن لها ظل. عاشرا العمد إلى الأكل منفردا، والإكثار من المأكل والمشرب لحد الشبع والتخمة. هنا يعني من المكرهات عند الإنسان الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى. وربما الناس دول يا إما أنتم تتصفون بهذه الأوصاف، يا إما الناس اللي ظلموكم من أهلكم. أولا سأعيدها، أولا الإكثار من التثاؤب، ثانيا ترك القيلولة، ثالثا الجلوس في مجلس الشيطان وهو الموضع الذي تخلله الظل والشمس، يعني ما بين الشمس والظل كده. رابعا التصرف باليد الشمال في الأكل، يعني اليد اليسرى، يعني مش غير مستحب إنه يأكل الإنسان باليد اليسرى. وربما الإنسان اللي ظلمكم يده يعني يكتب باليد اليسرى ويأكل باليد اليسرى، يستعمل يد اليسرى كتير. خامسا ترك التأذين، المنادات للصلاة. سادسا النوم الطويل وترك قيام الليل. يعني الناس، الحمد لله، عفوا، اللي ما تقومش الليل بعض الأحيان أو ما تصليش صلواتها، فده يعني منهي من، عفوا، في نهي في الدين بتاعنا على القيام به. سابعا ترك اللقمة إذا سقطت على الأرض، ودي حاجة بشوفها كتير يعني في الشوارع للأسف، الأكل يعني خبز مرمي في الأرض. يعني لما يخلصوا الأكل في البيت ياخدوا الأكل اللي فضل ويرموه في الزبالة، أو ياخدوا الخبز كده ويرموه في الزبالة، دي حاجة مش كويسة، دي نعمة ربنا، والواحد ما يعني ما قليل، ربنا ما مش هيبارك له فيها، زي ما هنا لما فيه من تفريط بنعمة الله تعالى. ثامنا المكث على غير وضوء، يعني تقعدوا بدون وضوء، تناموا بدون وضوء، دي مش كويسة. اقتناء كلب لغير الصيد وحراسة أو زرع، يعني إن الواحد يكون عنده كلب في البيت بدون فائدة في الصيد والحراسة أو الزرع، أو وضع صورة في البيوت لذوات الأرواح،
أو تضعون صورة لأي حد، يعني إنسان حي أو حيوان حي. استغفر الله. عاشرا، العمد إلى الأكل منفردا، دايما تحبذون العزلة الخلوة، أنتم أو الظالم. ومن أدلة النهي عما سبق بترتيبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيلولة معللا ذلك بأن الشيطان لا تقيل، لا تقيل، يعني لا تعمل القيلولة، لا تنام، يعني إن فون با لا سيست. قال صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. نهى النبي أن يجلس بين الظل الضحي والظل، وقال: مجلس الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. فعلموا أولادكم بالأكل يعني، أو استعمال اليد اليمنى أحسن من اليد اليسرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. فهنا يعني غالبا الإنسان اللي ضربكم ربما هو يعني يستعمل إيده الشمال أكتر من الإيد اليمنى، أو أحد أولاده بيستعمل الإيد الشمال أكتر من اليمنى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الآذان، فإذا قضي الآذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي تثويب أقل أقبل. فدي اللي التثاؤب لما تكلمناه من السابق. نكمل ديك إشارات للناس اللي هم ضالينكم صفاتهم. شوفوا سبحان الله، يا إما الإنسان اللي ظلمكم هو يعاني دلوقتي بالحاجة اللي هقولها دلوقتي، أو سيعاني بأول أعراض الكارما مختلطة بالدم. هنشوف الجملة اللي قبليها عشان ما نسيبش نسيب الجملة. سيصاب بمرض الدوستاريا الأميبية أو الدوستاريا الباسيلية. تظهر الأعراض بعد فترة الحضانة للبكتيريا، وهي عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة، ولكنها لا تزيد عن 37.5 درجة مئوية، وكمية البراز تكون كبيرة حتى يعني والعياذ بالله حشكم، ومختلطة بالدم والمخاط. وعدد مرات الإسهال لا تزيد عن 5 مرات في اليوم. دي كأول إشارة، أهي مختلطة بالدم، أول إشارة يعني حدوث الكارماتي. سيصاب كمان بالإسكارس، ودي دودة أسطوانية الشكل، يتراوح طولها ما بين 15 إلى 25 سنتيمتر، والأنثى أطول من الذكر. والإسكارس تعيش في الأمعاء الدقيقة للإنسان، وتخرج بويضاتها في البراز. الأعراض: سعال أو نزلات شعيبية
عند مرور الجنين في الرئتين مخترقا الحويصلات ليصل إلى القصبة الهوائية. غالبا حيصاب بالكورونا، إذا ما لم يصب بالكورونا سيصاب بالكورونا. ضعف عام وآلام في البطن وأعراض سوء الهضم. أهي عشان ما تقولوش أنا بجيبها من رأسي. ضعف عام وآلام في البطن وأعراض سوء الهضم. ثالثا، أحيانا يشاهد المريض وجود دودة كاملة في البراز. أعتذر. حنكة عند الشرج مما يسبب اضطراب النوم. سبحان الله، يعني قعدت الأخرى كانت من هنا ودي من هنا، شوفوا تكررت أمراض الديدان المعوية. سيصابون بالسرطان، أهي الخلايا السرطانية. هيكون في تقلصات في العضلات، آلام حادة، يعني هيصبحوا يعملوا لهم العلاج ببعض العلاج الكيماوي من آثار السرطان ده. هيكون عندهم الالتهابات والآلام، هيكون عندهم يعني كأول علامة تسوس الأسنان، أو إذا كنت يعني كان هم عندهم تسوس الأسنان واضح يعني بقهم. هيرتفع مستوى الهيموجلوبين عندهم وتنقص عدد كريات الدم البيضاء. أهو السرطان، سيصابون بالسرطان. خلايا سرطانية في المخ، تخفيض سرعة نبضات القلب، تقلصات في الرغام، أتخشية، زيادة يعني التهيج، إحداث التهيج، سرعة التنفس، زيادة في سرعة التنفس. زيادة إفراز مادة الصفراء. زيادة إخراج حمض، زيادة يعني إنتاج حمض اليوريك المسبب لمرض النقرس في البول. الفتك بالعديد من الخلايا. انخفاض مستوى السكر. تحدث تقلصات الرغام المعزولة. سرطان الدماغ تتكرر.
كمل مرة أخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل استغفر شوفوا هنا ربما فيها مواعظ، ويلحظ هنا ضرورة أن يكون غضب المؤمن لله تعالى، فلا يغضب لأمر من أمور الدنيا ولا ينتقم لنفسه قط، وإن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. حاولوا أنكم تصلوا صلاة التطوع، ومن مواضع الاستعاذة عند استفتاح صلاة التطوع، وذلك بقول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر كبيرا 3 مرات، والحمد لله كثيرا 3 مرات، وسبحان الله بكرة وأصيلا 3 مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. أهي اكتبوها، اللي عاوز يكتبها أهي الفقرة. وقفوا الفيديو وخذوا صورة. إلى هنا انتهينا مع أصحاب المجموعة الأولى. أرجو أن ربنا يطيب بخاطركم ويأخذ بحقكم من الناس اللي ظلموكم، ونمر لأصحاب المجموعة الثانية. يلا اللي اختاروا المسبحة السوداء دي نحطها هنا، أو أول حرف من اسمكم حيظهر الحرف في الشاشة أو في صندوق الوصف. فمن فضلكم الناس اللي عدوا على المقدمة، من فضلكم إحنا بنتعب نعمل فيديوهات ونعمل مجهود، وده اسمه عمل. يعني عائق بين الناس اللي بتتفرج ولا تعمل تعليق ولا تشترك كدعم للقناة، ده معناه إنكم تاكلوا حق عرق الناس اللي بتتعب على شغلها. فربنا ما بيحبش الظلم، وأظن إنكم أنتم كمان ما تحبوش إن إنسان يظلمكم. فمن فضلكم يعني ما تسيبوش إننا إحنا بنتعب، فعلى الأقل اشتركوا في القناة واعملوا لايكات. فمش مطلبناش منكم إنكم تدونا فلوس، على الأقل ادعموا العمل بتاعنا. نشكركم مسبقا. واللي عاوز يتواصل معنا لقراءة خاصة مدققة ومفصلة، ما عليه إلا أن يتواصل معنا عبر الإيميل الموجود في صندوق الوصف، شكرا، أو عنوان الفيسبوك، هو محطوط في عنوان في صندوق الوصف. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الثانية. إذا من أولها كلام في ظهركم، معاملة باردة من طرف ستي، إما زوجة إما أمكم يا إما تشوفوا سبحان الله البيت، صاحبة البيت، أنتم علاقة باردة ما بينكم وبينها، كلام قبيح قيل في ظهركم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنتم تدعوا ربنا إن الكلام ده يتوقف، الكلام ده أذاكم كتير جدا. يعني والست دي اللي من أهلكم عاوزاكم تخرجوا من البيت أو تسيبوا حقكم، يا إما في الإرث يا إما حاجة زي كده. وانتم في دوامة مش عارفين ليه أمنية بتاعتكم مش عاوزة تتحقق، رغم إنكم شايفين نفسكم إنكم يعني ناس طيبين، دعيتم ربنا منذ يعني تدعوا ربنا وانتم بتعانوا منذ مدة زمنية طويلة، بس مش فاهمين ليه الأسى ده كله. البعض منكم السحر ده اللي اتعمل لكم، في سحر هنا اللي اتعمل لكم، اتعمل لكم من زوج سابق من الأهل، يا إما أنت كنت متجوزة مع ابن خالك، ابن عمك، ابن عمتك، ابن خالتك، أو أنت كنت متجوز مع بنت خالك، بنت عمتك أو بنت خالك زي كده.
السحر ده جاء من عندهم كزواج أول يعني، أو خطوبة كانت ما بينكم. غالبا الست دي بمساعدة رجل، يا إما زوج أختك، يا إما مرات أخوك، يا إما مرات أبوك، يا إما أمك. يعني زي ما نقول إحنا بمساعدة طرف آخر، اتنين أطراف يعني. هنا في أطراف عديدة، في أكتر من 4 أطراف يعني، كلهم اتحدوا ضدكم، لأن خطكم شوفوا فيه إيه، فيه توقيف عن الزواج، تعطيل عن الزواج، توقيف حال، سحر، قطع رزق، سرقة حاجة، كلام في وشكم يعني في ظهركم، تشويه جمال يعني، تشويه سمعة. ما سابوش أي حاجة وما شوهوهاش، وانتم قاعدين هنا بتطلبوا ربنا وتدعوا ربنا بشكوككم، أصبحتم عندكم وسوسة. ليه الأمنية بتاعتكم لم تتحقق في حصول الكارما على الناس دول اللي ظلموكم، وانتم في حيرة منذ مدة زمنية طويلة تتساءلون عن الكارما. والكارما تمثل في الكارت ده بالكرباج اللي بيضرب، وفي سحر زي ما قلت لكم، في عدة أسحار مش سحر واحد، أو سحر تفريق، سحر تعطيل عن الزواج، سحر توقيف حال، يعني كل حاجة موقفة في حياتكم، سواء كنت رجل بتتفرج أو امرأة بتتفرجي. وغالبا واحد فيكم رجل، يعني أحدد رجل، أخوك هو اللي طردك من البيت أنت ومراتك وأولادك، وأخد حقك من الميراث، وانت بتعاني الويلات دلوقتي، وعانيت الويلات منذ مدة زمنية طويلة. في ستات عانت زي كده، بس في طاقة الرجل ده اللي بتكلم عليه، لأنه خرج في وسط القراءة كلها. في ستات حصل لهم ذلك، بس في رجل، طاقة رجل واحد أو اتنين من الطاقة دي. أخوك هو سببك، هو اللي أخذ مالك، أخذ حقك من الميراث، طردت بالبيت أنت ومراتك وعيالك، اتسدت الأبواب في وشك، عمل لك السحر، أصبح كعائق في حياتك، أصبحت حياتك متلخبطة. إيه ده؟ والله العظيم يعني ربنا ما يحبش كده. أصحاب المجموعة التانية عانيتوا أكتر من أصحاب المجموعة الأولى، في جرح كبير هنا. غالبا البعض منكم يا إما حصلت له حادثة، يا إما اتعور أو اتجرح، أو عندك جرح في إيدك أو إصبعك، أو إصبعك أو رجلك. أنتم اللي فيكم الحاجات دي، هتحصل الكارما للناس دول في أقرب وقت إن شاء الله، وعندكم فرحة، هتتفتح الأبواب في وشكم إن شاء الله لو تفكروا شوية. بس فيه طريق هتتفتح قدامكم، طريق هتتفتح قدامكم، اللي هي فيه بوابة العلاج بتاعكم من السحر ده اتفتحت بقالها 4 أسابيع، يعني اتفتحت منذ 4 أسابيع، بقالها 3 أسابيع وتتغلق. إذا اتغلقت بوابة العلاج دي من السحر ده، أهو البوابة مفتوحة، ما بقالهاش كتير على بال ما تتغلق عشان تتعالجوا. نشوف لو كانت مصحة هنا، قلت لكم ده منستر زاوية عند المسيحيين، البوابة مفتوحة ما فضلهاش كتير على بال ما تتغلق. لو اتغلقت هتستنوا 19 سنة على بال ما تتفتح مرة تانية، وتقدروا يعني يقدر حد عليكم، مش انتم تعالجوا نفسكم، حد عليكم. فحاولوا انكم تشوفوا حد عليكم في المشكلة دي، لان هنا عندكم اسحار كتيرة عاملة لكم زي توق على الفرحة بتاعتكم، يعني زي السد كده قدامكم. تعانون من سقوط الشعر، البعض منكم في المرفق هنا بيوجعكم كتير، في الصبح لما تصحوا تلقوا يعني انكم تعبانين جدا في المفاصل،
البعض منكم سأظهر لكم شيئا. أنا أعوذ بالله من كلمة أنا لما أعالج بعض الناس، الأصحاب يعني بتكون فيها أنا، فأعاني بنفس المعاناة بتاعهم. فلما نزعت السحر شوفوا ظهر إيه هنا، أهو شايفين دائرة في مكان مستحيل، يعني شوفوا دراعي مكان مستحيل واحد يضربني هنا. ففي علامات زي كده تظهر لكم في جسمكم، شايفين علامات زي كده أهي. يعني أنا الحمد لله يعني اتعالجت شوية منها. في علامات تظهر لكم كده في أجسادكم لما تنهضوا الصبح، تكونوا نايمين وتنهضوا الصبح زي الكدمات كده، بس لها يعني حجم واضح. زي أنا مثلا دائرة، البعض يعني فيه أشكال أخرى تظهر لهم، دي معناها إنه عندكم سحر، وبدأ السحر ده يعني يدخل في الجسد بتاعكم، والمس الحارس للسحر ده يعني بدأ يعني يأثر عليكم جدا جامد. عفوا بعض الأحيان، أعتذر، بعض الأحيان يحصل لكم زي لو ما تحسوا زي ما لو كنتم فقدتم من السمع، وتسمعوا نور من الصفارة زي كده وتطول كده شوية، فده معناه انه يجب عليكم انكم، انا مش عاوزه اخوفكم، مش ما تخافوش، شوفوا الطبيب، لان هنا في مشكله، بدايه سحر، تاثير السحر ده على الجسم بتاعكم البدن، لان غالبا لما يطول السحر في جسم الانسان يعني بعيد الشر عليكم، ربنا ما ان شاء الله يحميكم، يتحول السحر ده الى مرض بدني. عشان كده البعض يعاني من سرطان، البعض يعاني من ورم، كل واحد يعني ازاي يعني يخرج السحر ده في البدن بتاعه، وربنا يشفيكم ويحميكم من الحاجات دي ان شاء الله. نشوف الاوراق المتبقيه. في حد من المقربين ليكم شايفينه انتم انه انسان كويس معاكم، الإنسان ده بيوصل لكم أخبار خاطئة، وردوا بالكم منه، لأنه إنسان عنده وشين، وش ملائكي ووش خبيث، بتصدقوش كل اللي بتسمعوه. زي ما بقول لكم دايما في القناة، ما بين الحقيقة والكذب مسافة 4 أصابع زي كده، هتقولولي إزاي يعني؟ سأظهر لكم ما بين العين والأذن، يعني شوفوا انتم كده ما بين ايديكم، اعملوا كده وحطوها ما بين عينكم من هنا لهنا، ما بين عينكم والاذن، هتلقوا مسافة فيها 4 أصابع كده. الحقيقة تراها العين، والكذب تسمعه الاذن، الحقيقة الكذب، فما تسمعوش اي حاجة تتقال ليكم بدون دليل، الدليل المرئي اللي بتشوفوه بعينيكم. فردوا بالكم من الأخبار اللي بتصل لكم، ربما تتهمون ناس هم يعني ما عملكمش حاجة، إلا اللي عشان يعني يدوروا شككم على ناس آخرين عشان ما تشكوش فيهم هم، فردوا بالكم من الناس دول. أوكي، نشوف دلوقتي من هي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي، وبعدين نشوف الكتاب. الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 60%، 80%، 50%. يلا 100%، برج الميزان، برج الحوت، وبرج العقرب. 80%، برج الحمل، برج الثور، وبرج الجوزاء. 60%، برج الدلو، برج العقرب، عفوا برج السرطان، وبرج الجدي. 60%، برج القوس، برج العذراء، وبرج الأسد. 50%. نمر دلوقتي للكتاب ونشوف الكارما هترجع ازاي على الأهل دول.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الصمد لم يلد ولم يولد كفوا احد. يعني اعملوا معاكم، يعني انا معاكم، اعملوا لي زيكم. هاي الجملة الاولى، واضربوا لي بسهم معكم، اضربوا لي بسهم معاكم، يعني صوبوا، ادعوا على اعدائي، ادعوا، عم سضحكوا شوية، ادعوا على اعدائي. انما قاله صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم انه حلال لا شبهة فيه. يعني انكم تدعوا على الناس اللي ظلموكم هو حلال عليكم فلا شبهة فيه. شوفوا هنا سبحان الله، احنا تكلمنا عن السحر، وعليه فقد اتفق الفقهاء على جواز أخذ الراقي الأجرة على الرقية وتملكه لهذه الأجرة. فهنا ناس بعض الأحيان، كل احتراماتي، عارفة إن الناس بتعاني وكلنا بنعاني، مش لأني يعني حاطة ديكور كده وعاملة خواتم في إيدي وبعمل ضوافري يعني أنا بنام بالليل وبصحى في النهار بلقى الفلوس قدامي وتحت الوسادة بتاعتي. لا، أنا بشتغل وبشتغل وبتعب كتير، سواء في القناة، سواء في عملية نزع سحر، سواء في الشركة اللي بشتغل فيها كمديرة شركة خارج نطاق التوقعات والحاجات دي، التراث زي ما بيشتغلوا كل الناس، فأنا بتعب كتير يعني، والناس فاكراني إني أنا غنية، أنا عايشة على قد حالي. فالكتير من الناس يقولوا لي ساعدينا لوجه الله، ساعدك في إيه لوجه الله عشان أنزع لك السحر؟ السحر نزع السحر مش كده، شبيك لبك انزع السحر مش كده، السحر فيه أغراض، اللي لما يسحروكم هيعملوا فيها أغراض السحر، السحر ده الأغراض دي لازم لها مضادات بتاعها، يجب مضادات طرد الحارس بتاع السحر ده، ولازم أعشاب خام، يعني أنا مش هصرف على كل واحد ما عندوش، يعني أنا عندي عيلتي، أنا كمان محتاجة حد يساعدني، فالحاجة اللي بقدر عليها بعملها، اللي ما بقدرش عليها سامحوني عليها. كل واحد يعرف قدره، وانا لو كنت اقدر اساعد كنت اساعدت بدون ما يطلبوا مني. فمن فضلكم تفهموا ان الانسان مش هو اللي هياخد المبلغ ده، دي في اغراض تشترى، واحنا لما ننزع السحر ننزع السحر بالادله، يعني نعمل فيديوهات للعمليه ونبعتها لكم، والكتير اتصلوا بينا بعدين قالوا لنا ان حياتهم اتحسنت والحمد لله، ولحد دلوقتي بقى لهم سنتين معانا والحمد لله، وربما هم معانا دلوقتي وشاهدوا الفيديو ده، ربما هيكتبوا في التعليقات الشهادة بتاعتهم. فمن فضلكم الإنسان لما بيتعب على حاجة، زي ما قلت لكم في بداية الفيديو، احنا بنتعب بنبذل جهد عشان ننور لكم طريقكم، عشان نساعدكم، عشان ننفعكم بمعلومة، فالبعض يعني بيتفرج ولا يعمل اشتراك ولا يعمل اللايك وبعدين يخرج. الجزائريين غادي يفهموها، عثمان علي وات صقم بكري حال في الليل، اعتذر يعني بين قوسين الجزائريين راح يفهموها. فيعني الحمد لله الواحد لازم يحكم عقله في أي خطوة يعملها أي عمل يعمله.
في اسم عثمان، اسم أحمد، محمد، آية. استغفر الله. في دعاء هنا للناس اللي هم مرضى، والله أقرأه لكم وإن شاء الله ربنا يشفي كل واحد. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. إن شاء الله ربنا يشفي الجميع. حاجة أخرى زي ما قلت لكم، هيكون عندهم سرطان في الدماغ أو الصرع الصداع. أولا أحد أعراض أحد أول أعراض الكارما الصداع لا يغادر رأسهم. يعني كمان الصداع ده سيء، يعني سيؤثر على أعصاب الدماغ، الأعصاب. هيكون عندهم الإكزيما، سرطان الجلد، أمراض الكلى. أهو الإكزيما، سرطان الجلد، أمراض الكلى والحصى. سيصابون كمان بسرطان في الأذن أو الصمم، يعني مش هيكونوا يسمعوا خلف صوان الأذن. خلف صوان الأذن مش كل الحاجات دي هتحصل على كل الناس اللي ظلموا الناس اللي هم بيتفرجوا على الفيديو. كل فئة هيحصل عند الناس اللي ظلموكم حاجة من الحاجات دي، وربما 2 أو 3. ربما انتم يا اما لقيتم في البيت شميتوا ريحه كريهه، او رميت عليكم حاجه فيها ريحه كريهه، او ملابسكم لقيتوا فيها حاجه كريهه ريحتها كريهه، او النبات رائحه قويه كريهه. فالنوع الحاجه اللي يعني ريحتها كريهه في السحر ده بيقولوا لها الحنتيت، والحنتيت ده بيستعملوه في سحر النكر والتنكير والنفور. استغفر الله. هيكون عندهم التهاب في الجلد، ورم في البطن، غالبا استعمل في السحر بتاعكم جلد الخنازير والعياذ بالله. والبعض منكم يعني لما كنت حامل يا إما والدتك كانت حامل بيكي وتأثرتم بالسحر ده، يا إما أنت كنت حامل وابنك أو بنتك تأثروا بالسحر اللي عندك وهم جانين في بطنك. أهو نال الجنين منه ضرر عظيم جدا شديد. أهو
نال الجنين منه ضرر عظيم شديد. أعتذر عن أصوات الكلمة بتاعتي. وغالبا الست اللي يا إما إحدى كنا يا إما اللي ظلمتك هي امرأة عاقر. والناس اللي ظلموكم حاليا بيعانون من عرق النساء، الجلاسان كما نقول احنا بالجزائر، وحيكون عندهم جروح متعفنة وقروح مستعصية. أعتذر. وغالبا البعض من الستات اللي ظلموكم يعانون من الأوردة الدوالي. ختا. قروح في المعدة، آلام في الكتفين والكعب، القدم. شوف كده. البقاء في الفراش مدة طويلة ممدودين على ظهورهم. ده كل اللي شفناه للكارما الآن، وربنا يطيب بخاطركم. ووصلنا نهاية هذا الفيديو. أقول لكم ما تنسوناش اشتركوا في القناة الثانية، الرابط في صندوق الوصف اللي مختصة يعني توقعات الأبراج. شكرا لكم ولإصغائكم، وإلى الملتقى. مع السلامة.